إطار، والأكيد اللجنة الأولمبية نباركوا السيد محرز بوسيين بتوليه مدة نيابية أخرى لا جديدة يوفقها على مستوى رئيس اللجنة الأولمبية. وهنا نعرف علاقة الوزارة باللجنة الأولمبية وعلاقة اللجنة الأولمبية والوزارة بعديد الجامعات، لأنه اليوم الإشكال سي عبد الباقي وأنت المطلع ماهوش مربوط بكرة القدم فقط، اليوم الاتحاد الدولي لكرة اليد يراسل الوزارة ويقر بشرعية مكتب جامعي ممكن داخل الانتخابات بقائمة يرأسها مراد المستيري. يتلز مراد المستيري باش يقدم الانسحاب نتاعو للوزير ويقول له تفضل خويا هاو كرة اليد نتاعك. عركة أخرى ساشون كوك، فما عركة أخرى قبلها نتاع كرة الطائرة، يعني بالحق وين ماشيين اليوم؟ هو شوف أقول لك حاجة، من غرائب الظهر أنه في زمن ما يسمونه بالديمقراطية انعدم التداول على الهياكل خاصة الرياضية. قبل في وقت الديكتاتورية، احنا كنا عايشين في ديكتاتورية، كان ثم تداول في الجامعات وفي الجمعيات. توا اللي ياخذ جامعة ولا جمعية يجثموا عليها باسم الديمقراطية وبالديمقراطية وبآلية الديمقراطية. معناها شيء غريب. معناها شوف أقول لك حاجة، الوضع بالشكل هذايا راهو ما يجمش يوصل بينا للنتائج اللي نطمحوا لها. الوضع الهياكل الرياضية تسيست وهذا خطير. معناها ما سارح قاعد على على تحت أرضي الهياكل الرياضية وقاعد يسوس فيها، وإحنا قابلين وكل واحد يلوج على دعم أقوى، وشكون الحزب الأقوى التك عليه، وشكون الشخصية الأقوى التك عليها، وهذا ما يؤدي بنا إلا إلى الخراب. ثم اللجنة الأولمبية، أنا الكلام هذا قلته من قبل 14 جانفي، لا يمكن أن نتحدث عن اللجنة الأولمبية في تونس طالما أن هذه اللجنة ليست لها السلطة المطلقة المالية والمعنوية والأدبية على الرياضة. راو كي تمشي في البلدان المتقدمة مثلا ماشي وزارة شباب ورياضة، راو وزارة شباب ورياضة هذه حكاية زي راو ثم اللجنة الوطنية أولمبية هي اللي عندها البيجي، وهي اللي تشرف على توزيع البيجي، وهي اللي تراقب التصرف البيجي، وهي اللي تعمل برامج رياضية، وهي اللي تشرف على التكوين، وهي تعمل عليه كل. احنا اللجنة الأولمبية متاعنا لجنة تشريفية في تونس، ومدامي كذلك فوجودها من عدمه لا يغير حتى شيء. وجودها من عدمه لا يغير حتى شيء، ولكن اليوم اللي كان مش تكون اللجنة الأولمبية هي اللي تسير هذه بالمنطق اللي تحكي فيه أنت، هو المنطق الواقعي أن هي تسير كل الجامعات الرياضية سواء كانت ألعاب فردية أو ألعاب جمعية. يلزمها خلينا نقول تعامل الناس الكل سواسية. اليوم أصبح منطق تقسيم الثروات، كانك معايا باش نعطيك ماكش معايا مانيش باش نعطيك، وهذا هو الموجود سي عبد الباقي. أكيد، لأنه يعني كي يقول لك تكون عندها السلطة المالية سلو أن بلون معناها بيجيتاري يتم وضعه، وهي بيدها تراقب، عندها شكون يراقبها، يكون ثم ان فيزافي في الدوله للمراقبه، ولكن مش للتسيير اليومي والتسيير. معناها تصور احنا توا نحكيو مع وزير على تيرا، معناها سي سي متخلفين برشا، متخلفين اكثر من لازم. انت ما توا اللي حضرته قطر للمونديال الوزاره عملته، ثم لجنه كامله تم وضعها لجنه المشاريع والارث هي اللي لاهيه بالامور هذه الكل. صحيح تحت رقابة الدولة، ولكن هي اللي تتصرف بشكون؟ بالخبراء المختصين في الميدان. راهي الرياضة ما هيش بيرو، راهي الرياضة سيلو تيران، راهي الرياضة معرفة، راهي الرياضة ثقافة، راهي الرياضة إدراك. إذا كان ما عندكش هذا الكل وقعد لي في بيرو أورديناتور مش ماشي بالرياضة، راهو سافا با ليه هكاك، فهمت؟ وبالتالي يلزم مراجعة في مستوى هيكلة الرياضة، في مستوى هذه وزارة الشباب والرياضة. قبل تشكيل الحكومة قلت زايد باش يعملونا وزارة الشباب والرياضة. يلزم نشوفوا تسيير الرياضه يولي عن طريق الهيكل الرياضيه. ديجا الاتحادات الدوليه الكل تقول لك راني نرفض التداخل السياسي والرياضي، كي تعمل وزاره راهو التداخل مش يحصل مالغري توا، فهمت؟ لان الوزاره سي لا بوليتيك سي سياسه، فهمتني؟ وبالتالي يلزمنا نراجعوها المنظومه هذه. لكن الظاهره الرياضيه وانت تعرف سي عبد الباقي، اليوم الظاهره الرياضيه ظاهره اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه بامتياز في العالم اجمع. أكيد. يعني لابد من التداخل السياسي في الرياضي. قبل كان التليفون الرئيسي يمشي يشد الجمعيه وتمشي الامور الكل والسبونسور الكل يجيو. اليوم لا عاد فما لا هذا ولا هذا، وقعدنا نتعارك. ما هو كي تبدا ما فماش تداخل مباشر عن طريق وزاره، على الاقل تبدا حويجه هكا في المهموطه مش مشكل، اما كي يكون تداخل مباشر وقتها يجي الانزعاج بتاع الاتحاد الدولي ونقعدوا نبيعوا ونشريوا معاهم فيها، وحلينا جامعه لا ما تحلش، عندك حق ما عندكش حق، رحينا موبر لا ما عندكش حق، وبرا عركه وشهود على ذبيحه. بينما كي تبدا الهياكل الرياضيه كما قلت لك، البلدان المتقدمه تلقى لجنه وطنيه اولمبيه هي المرجع الاساسي، وهي مرجع النظر، وهي الحاكم بامره في شؤون الرياضه.
لانها متكونه من رياضيين. وجينيرالمون تلقى لي زونسيان اتليت موجودين فيها والابطال الاولمبيين وكذا هم اللي موجودين في التسيير. احنا يجي يقول لي خرج لي بطل اولمبي قاعد ولا بطل عالم ولا بطل انا ايوب الحفري عمل لي داي في اي او في اي واحد ما عندناش صحيح. ما بتيتر تو اللجنه الاولمبيه عملوا اللجنه نتاع ترشيح ابطال معناها حطوا البنيه اسمها مروه العمري بون سي بون مي سي بو وين من السبورتيف اللي يجمو هما ثم عندنا دي سبورتيف متكونين راهو على المستوى الاكاديمي وعندهم شهادة عليا جامعية وكذا هما ابطال. وسام الملولي مثلا فوالا نوظفوهم الناس هذوما وندخلوهم في السيركوي نتاع لا جيستيون دي سبور. يلزم اليوم تصير عملية الصلح بين كل الاطراف الأمانة وخلي أكيد. القضاء ياخذ المجراه اللي كيفما اشكاليات قضائية وقانونية. اكيد انا نقول العقل وماذا بينا عن قريب تصير معناها جلسات في الاتجاه هذايا من اجل ان يا خويا اذا كان ثم واحد عامل عملة يبعد عن روحه بعده مش عامل عملة يا خويا خلينا نخدموا مع بعض هذه واجبنا مش مزية على البلاد اكيد.